جربنا يا شيف على اعلان الجائزه المهداه من شركه زيت شمس الكتسافوله لتاج الزيوت. الليله النهارده مقدمين هديه بمناسبه عيد الام. طبعا وصفاتنا شيف محمد ممكن نقدمهم للناس اللي عملناهم باستخدام زيت شمس. قلنا زيت شمس زيت من الزيوت الطبيعيه، ليس لديه اي اضافات كيميائيه، بيحتوي على فيتامين اي، زيت خفيف جدا على المعده. مقدمين النهارده مكوف هديه للفائز. دلوقتي نقدر نعلن عن الفائزه الاستاذه هناء الشريف. الف مبروك على الخط. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاستاذه هناء الشريف. نعم. كل سنه طيبه. كل سنه طيبه يا استاذه. ممكن تسمعينا من الموبايل؟ ايوه سامعك من الموبايل. تمام، كل سنه وانت طيبه والف مبروك الجائزه. وانتوا طيبين، الله يبارك فيك. حضرتك فزتي معانا بميكروويف. نعم فزتي حضرتك معانا، جايزه كانت ميكروويف، هتيجي بكره ان شاء الله تستلميه معانا في خلال الحلقه ان شاء الله. انت من سكان الخرطوم ولا من بره الخرطوم؟ انت من سكان الخرطوم ولا بره الخرطوم؟ الله يبارك فيك. لا انا في الخرطوم هنا. طب تمام جدا، ان شاء الله بكره تشرفينا باذن الله تعالى في الاستوديو، هيكون الشيف محمد موجود، هتستلمي الجائزه على الهواء باذن الله تعالى. ان شاء الله. الف الف مبروك. انت ام عندك اولادك اللي جنبك؟ لا لا. اها اوكي. طب دي انت هتعملي الجائزه دي، هتديها للوالده ولا هتديها؟ اكيد هديها للوالده. طيب يبقى دي من حسن حظ الوالده الكبيره الاستاذه هناء الشريف. الف مبروك، فازت معانا بجائزه الجائزه المقدمه من زيوت شمس.